طبعا احنا موجودين بالخصيب 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 طبعا تمشينا بالاحياء السكنيه اللي موجوده هني وضيافه الشيوخ يعطيك العافيه الله يحفظك سيدي السلام عليكم يعطيك الصحه والعافيه يعطيك مفتوننا وتاج عراس على راسي بيوتكم كلها الله يحفظك ويسعدك سيدي كيف الحال شو اخبارك الحمد لله والشكر عساك بصحه وعافيه كل شيء تمام الله يحفظكم يا مرحبا وسهلا حي الله فيكم يا مرحبا نحن قلنا كله مع السيد علي وين السيد علي ياخذنا نحن معاه الله يحفظ يا جماعه الخير طبعا نحن على موقع استراتيجي بالخصيب كلها عباره عن مزارع واراضي زراعيه يمر عليها طبعا هذا النهر من شط العرب يمر ما بين البيوت والمزارع يستفيدون منه للمزارع الحمد لله هذه نعمة من نعم الله تعالى نتمشى طبعا ما بين المزارع ما شاء الله طبعا أقول لك يحيى يا أخي هذا كأنه نبق يلا نبق هذا نبق نبق أوه يحيى نبق نبق طيب. يا سلام بس أنا شلونكم عزيز والله هذا أنتوا تسموه إيش نبق نبقنا يعني نبق بصراوي اخذوا من عنده اخوان اخذوا من عنده ضبط وهذا تمر انتوا ايش تسموه هذا التمر هذا يعني ظل خلال طول قليل يصير تمر هذا على طول على طول خلال بس بعدين ايش يصير يعني اللي انا مو تعرف مو موسم مو موسم الشهر التاسع انتهى يعني شوف هني شو يا جماعه هذا صار شوف النبق شوف النبق الله الله اي النبق اشتغل النبق بعد الان بعد لكن في اصفر بعده تو بس كل جميع يعني هذا اللي ونس السدر احيا هذه بعده هاي جماعه طبعا هاني نحن نسميها الطوي الطوي يحيى تعال تعال ولا في اي ولايه في عمان فيها النخيل انا بالبصره ايوه نعم طبعا هني الطوي تفتحه مشغله يلا خلي السيد ما اعرف سيد شوف الـ شوف الـ اوه هذا الطوي مال اول تعال 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 نشغله بنشغلكم الطوي الحين ها والطوي على طول يطلع الماي من النهر على طول هني الطوي صار يطلع من الطوي على طول الماي هني ويسقي الزرع كله هذا بي الله سبحانه وتعالى هو كل هالنعم الله سبحانه وتعالى خالقها يعني ما شاء الله تاخذها مباشره هاي عندي خلاص موجوده ها السيد علي حبيبي خلق خلق أجواء المزارع أجواء ثانية الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها يحيى كيف ها الجو جميل والله الجو جميل يا جماعة واليوم مغيم طبعا يا جماعة أصروا علينا الجماعة اليوم يعملونا مسابقة أن نصيد سمك وبعدين نشوي أما غير كذا ما ينفع كيف سمك في سمك في سمك رايد يعني يسوي هذا لازم طبعا. نصيد ونشوي واذا ما صدنا معناته ناكل عيش فاضي يحيى هلا تعال من تعرف هذا الجو شي باله توقع شي باله يباله هذا الجو ايوه هذا الجو قدامك نهار يباله سناره وتصيد سمكه تعقد السناره ايوه وتصيد سمك وتعمل لك ذي شاي كرك جو بارد وتصيد الله تقولوا لي يحيى رجع ما رجع قاعد في العراق شكو ماكو شك طبعا جمعة طيبة مع الأخوان والأصدقاء على أجواء طيبة ها مباشرة على الجو الحلو الطيب سيد علي جزاك الله خير الله يحفظه مكان حلو مريح والأجواء اليوم مغيمة تستمتع باكل طيب حياكم الله اهلا وسهلا يا حي يا حي يا حي الله عشان يكون بيننا عيش وملح طبعا يحيى عند الركبه مسمار خربان مسوي لها طاوله كان حكم مسوي لها طاوله كان حكم عافيه عافيه حبيبي عافيه يعني يا جماعة معلومة لازم تعرفوها عن أهل البصرة إن الجمعة نسبة 98% من سكان البصرة يوم الجمعة يأكلون سمك مثل العادات والتقاليد مثل أنتوا بالعيد تذبح ويقول لك لا الجمعة شيء مقدس يأكلون سمك
هذه معلومه انا ما كنت اعرفها. طبعا يا جماعه الخير بعد ما خلصنا متغدين اوريكم حاجه. شوف هناك الوز ما شاء الله ما شاء الله. اجواء طيبه والله. سيد مصطفى عيوني انا وعدتك بالحلوه هذه خاصه هذه اللي فوق خاصه حرك. هذه للشباب رحم الله والديك. هذه لك وحدك اريدك سالم ما تعطي احد. مشكور. يقول لك اقل جوار اسلم خده. اي اقول لك اسمع الصبح ملعقه والظهر ملعقه وقبل النوم ملعقه يعني ما تشرب. هذا للشباب وزع للشباب. طبعا هذا الجميل فيها جاهزه. شوف للتوزيع عبوه وخاشوقه مالها صراحه كلمه عند هذا. لا 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 انت مالك خاص ولكن اقول لك خبيها وكل عندهم حاليا توزيع الحلوى العمانيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. هذا مطل هذا يبالنا بط مشوي. ها يبالنا بط مشوي. يلا بسم الله. نعم نسبح. وين نسبح؟ بس مسبح الحين على هالبرد جماعة. الله يا جماعة الله. شوف يا جماعة والله حبيبي هذا انت تخليني هنا انا ما اطلع. لا تجي هاي السيد علي هذا حق الحداد. ما شاء الله حق الحداد. هذا المكان في مكان للصيد بعد لصيد السمك. جميل. في كراسي سيد علي يعني صيد. شوفوا المايك كيف صافي. هسه نازل ما يصير. اها هذا يصعد الليل هاي يرتفع يصعد على هاي ما شاء الله. اجلس هني. الله منطقة الشلال. الله الله. ها هاي الحدود الإيرانية. هذه يا جماعة هني الحدود الإيرانية. اي هاي منطقة الشلال. تخيل انت على هالمكان وقال تسمع فوق يتابع المقطع مالك. يعني انت تسمع صوتك في مكاني. تعال ها عجبتك؟ ايش رايك بالمكان؟ كيف الحال؟ ايش رايك بالمكان؟ ممتاز. انت كيفك؟ انا ما اقدر اتكلم. سيد علي حبيبي والله ما اقدر اتكلم حبيبي. يا اخي مكان مريح مكان مريح يا جماعه. شوفوا يا جماعه تصيد هني والعائله عبر الايران. قتش عادي. لا لا والله عادي. لا اله الا الله. لا 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 يا يسبح حسن. عطيه 200 سيد مصطفى. شو قلت؟ كم تعطيه اذا سبحت؟ 100000. 100000 دينار. شو؟ دينار. تضحك علي يا انا راح بالي بعيد. اقول لك سيد مصطفى انا اعطيك $100 اسبح. اجواء بارده حلوه على موجودين على شط العرب. هذا المكان الجميل اللي والله يا جماعه راحه نفسيه. الله يديم الراحه علينا وعليكم. الله يديم السعاده علينا وعليكم يا رب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.